السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. قتيل في حادث عرضي بمقر الفرقة الأولى مدرع والتحقيقات مستمرة. الثامن عشر من أكتوبر، وحشية نظام وإرادة شعب. مصرع تسعة من قيادات القاعدة في محافظة أبين. بداية النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. قتل شخص وأصيب آخرون في حصيلة أولية جراء انفجار مخزن للذخيرة تابع للفرقة الأولى مدرع صباح اليوم. وقالت مصادر في الفرقة الأولى إن التحقيقات مستمرة في حادث انفجار المخزن. وأكدت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث عرضيا بحتا، وأنه ناتج عن اشتعال بعض إطارات السيارات بالقرب من المخزن ناتجة إصابتها بقذيفة أثناء التدريب. أكد مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع أن الانفجارات التي شوهدت اليوم بالعاصمة صنعاء ناجمة عن حادث عرضي بمستودع للأسلحة في الفرقة الأولى مدرع. ونوه المصدر إلى أن فرقا هندسية عسكرية سارعت بالنزول الميداني إلى الأحياء التي سقطت فيها عدد من القذائف ولم تنفجر، وذلك لإبطال مفعولها. وطمأن المصدر جميع المواطنين في العاصمة بأن الخطر الذي نجم عن تلك الانفجارات قد زال، ولم يعد هناك ما يدعو إلى التخوف أو القلق. إلى ذلك، قال رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة الشمالية الغربية العقيد عبد الله الحاضري إن التحقيقات مستمرة في حادث انفجار مخزن ذخيرة صباح اليوم، مؤكدا التزام قيادة المنطقة بمعالجة أي آثار ناجمة عن الحادث. خرجنا متوكلين على الله نخرج من شان الضرب. الولد حد ما الباب الولد حد ما الباب، وانا عاد انا مسندب، انا ما بصرك شي ابني مع قتل، ما بدك الا ابوه قد وانا مقتول، ها واحنا نسعف ولد من هنا من داخل قد ضربته قذيفه جالته شظايت انا ومن نبزه. قم تصيح لابني، اصيح اصيح ما بحد يعقب، ابصر واحد انا كان مرجوم اشور اجي وهو ابني. ولدي ما مع الله وعقوف، ما مع الله الولد حقي، وهو يقول لي هيا يما يما نهرب، هيا نهرب فيش الوالد، نهرب فيش الوالد، اللهم له الحمد. الثامن عشر من أكتوبر 2011، خرج الشباب الثورة في مسيرة سلمية انطلقت من ساحة التغيير بصنعاء، جابت عددا من الشوارع المحاذية للساحة. وما أن وصلت المسيرة منطقة القاع حتى تكشفت جرائم النظام من جديد في واحدة من أبشع المجازر التي اقترفها نظام المخلوع في حق الثوار السلميين العزل الذين يطالبون بالحرية والدولة المدنية بعد 33 عاما من الاستبداد. استهدف فيها شباب الثورة بنيران حية وقذائف وغازات سامة، قتل وخطف واعتقال.
قالت مصادر عسكرية وإعلامية إن قائد قوات الحرس نجل المخلوع عين رئيسا جديدا لشعبة الاستخبارات التابعة لقواته من خارج موافقة اللجنة العسكرية ووزارة الدفاع. ونقل موقع أنصار الثورة الإلكتروني عن المصادر أن المعين الجديد هو العقيد حميد النجري الذي كان على رأس المنتفضين ضد العميد الجاكي قائد اللواء 63 حرس، الأمر الذي فسره مراقبون بمعاودة استقطاب المذكور بعد الانتفاضة على الجاكي، فيما يرى آخرون بأن الانتفاضة ذاتها ربما تكون غطاء لأمر آخر. وكان اللواء 63 حرس المتمركز في أرحب شرقي العاصمة صنعاء شهد قبل أيام انتفاضة تطالب بإقالة قائده العميد الجاكي، لكن الحدث سرعان ما توارى في الغموض تاركا وراءه أسئلة كثيرة مفتوحة. تفقد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد خلال زيارته اليوم إلى اللواء 31 مدرع بمعسكر الشهيد اللواء الركن سالم علي قطن ببئر أحمد أحوال المقاتلين، واطلع على الجاهزية القتالية والمعنوية والفنية للواء. وأكد وزير الدفاع ضرورة تعاون وتكاتف الجميع والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والعسكرية لضمان سير الأمن في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال الوزير بأنه لا مكان مطلقا لمن يريد العودة إلى الوراء، وبأن اليمن ماضية قدما إلى الأمام وفي اتجاه تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبما يحفظ لليمن أمنها واستقرارها ووحدتها ويضمن المستقبل المشرق لكل اليمنيين. لقي 9 من عناصر القاعدة مصرعهم في غارة جوية نفذتها طائرة يعتقد أنها أمريكية على تجمع للقاعدة في منطقة الجبلين بجعار محافظة أبين. وقال مصدر عسكري مسؤول في المنطقة العسكرية الجنوبية لموقع سبتمبر نت أن 9 من القيادات الإرهابية لقوا مصرعهم جراء الضربة الجوية. طيلة سنوات مضت ظل مشروع طريق ذمار الحسينية مجرد حلم لأكثر من 2 مليون نسمة من سكان محافظتي ذمار والحديدة وإب، لكن الفساد الذي غزا كل مفاصل الدولة في تلك الحقبة حال دون تحقيق هذا الحلم، لتأتي ثورة 11 من فبراير حاملة معها الكثير من الأمل. الزميل عبد الحفيظ الحطامي رافق عملية عودة الحياة إلى الطريق ووافانا بالتقرير التالي. هذا هو مشروع طريق ذمار الحسينية، المشروع الحلم الذي بقي مجرد دعاية وأكاذيب وخطابات ووعود انتخابية طيلة عمر حكم المخلوع ونظامه البائد. وصاب العالي السوق القديمة كل واحدة والطرقات ما بوش والمستشفيات والمدارس لعدم هذا من وقت الإمام علي حبينه مضلل علينا والله ما زلنا ولا نقصنا. اليوم وبعد ثورة التغيير يعود الأمل مجددا لأكثر من 2 مليون من سكان محافظتي ذمار والحديدة شريان حياة تنموية واقتصادية وخدمية تسهل تنقلات المواطنين بعد عقود من العزلة والمعاناة والتعب. الآن الحمد لله يعني الآن نشوف إشراقة بالغة أمل بسبب ثورة التغيير التي وبدأت الخطوط هذه تنجز يعني على أكمل وجه إن شاء الله لا يأتي على عام إلا وقد تم سفلة هذه الطرق. دبت الحياة من جديد كما ترون في مشروع طريق دمار الحسينية بعد أكثر من ميزانية رصدت من المال العام المنهوب والمال المقترض على حساب اليمنيين الذي تحول إلى أرصدة ذهبت إلى جيوب عصابة الفساد والنهب في نظام أحال أحلام اليمنيين إلى سراب. مثلا نقول مشاريع الحسينية دمار هذا مشروع يربط الحسينية دمار، ونقول أن المشروع هذا الآن نفذ في خلال 8 أشهر أو 10 أشهر ما لم ينفذ خلال 33 عام، وهذا يعتبر على حكومة الوفاق. نشكر حكومة الوفاق على ما يقوم به من عمل جبار. على قدم وساق يجري العمل في استكمال هذا المشروع التنموي العملاق وسط تفاعل وتثاؤل سكان وصابين وعتمة وبقية مديريات من محافظتي ذمار والحديدة. كلما كان هناك انتخابات حركوا معداتهم حتى تنتهي الانتخابات ورفعت معدات أو الدعي المقاول على أنه خسران وعلى أن المواد خرج ورفع معداته
ومرت السنة 4 سنوات حتى يتم تأتي انتخابات أخرى، ثم يقومون بإنزال معدة مرة ثانية، وإلا الدول المانحة هدف بقروض كبيرة أو بمن لليمن لإنجاز هذا مشروع دمار الحسينية، ولكنه تعرقل نهائيا وأكلوا هذه الأموال. مشروع طريق دمار الحسينية بدأ فكرة منذ الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، واستحال إلى وسيلة للدعاية والكذب والخطابات الجوفاء ونهب للمال العام وتراكم للديون في عهد المخلوع علي صالح، لينجز بعد 3 عقود ونيف من السنين في عهد رئيس يمني جاءت به ثورة الشعب السلمية. عبد الحفيظ الحطامي، قناة سهيل، محافظة ذمر. تحت شعار معا نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، عقدت رئاسة جامعة الحديدة ونقابة هيئة التدريس مؤتمرا صحفيا اليوم ترأسه الدكتور حسين قاضي رئيس الجامعة، وذلك تمهيدا للمؤتمر الوطني الأول للحوار الوطني ومستقبل اليمن، والمقرر انعقاده في نوفمبر القادم. في ظل التسيب وغياب المتابعة المتواصلة لدور منطقة الكهرباء بمحافظة حجة، تتعرض محطة التحويل الكهربائي بالمحافظة للإهمال وقلة الصيانة، كما يتعرض موظفوها للعديد من التعسفات ومصادرة الحقوق، ما يفرض على الجهات المعنية تلبية مطالب المحتجين الذين يدخل اعتصامهم أسبوعه الثالث. كل يوم يواصل فيه هؤلاء المحتجون أمام مبنى المجمع الحكومي ضد مدير منطقة الكهرباء بمحافظة حجة تتكشف للعيان حقائق ومبررات تجعل الجهات المعنية في المحافظة ملزمة بالاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها نظرا لوجاهتها وتجذر الإهمال الذي ينخر في كافة مرافق المنطقة وأدواتها. فعندما تصل إلى محطة التحويل الكهربائية في محافظة حجة تجد عجب العجاب، فواقع الإنسان وكل ما يحيط به يشرح حجم المعاناة ويحكي عظم المأساة بكل تفاصيلها. فالسور الذي تحطم بناؤه لم يرمم بعد رغم اعتماد وصرف تكاليف الترميم حسب قول هؤلاء الموظفين، والبوابة الرئيسية معرضة للسقوط نتيجة عدم صيانتها، والإنسان معرض للإحباط نتيجة مصادرة حقوقه. من دروي استحقاق هنا من وإلى ما معنا ولا حاجة، من المدير هذا ما عبسرنا نجم، لكننا على الله تحدي الله حكم الله خيره الله ما شاء الله وزرفه العشيرة. أما عن المولدات فحدث ولا حرج، فنتيجة عدم صيانة هذا المحول المكلف صار عرضة لتسرب الزيت مما ينذر بتعطيله في أي لحظة، وخطوط الضغط العالي ليست مؤهلة للقيام بدورها على أكمل وجه نتيجة عدم توفر أدوات الربط المداعمة والذي قد يتسبب في انفجارها. الربط التوصيل بين الخطوط لا يوجد خطوط كبيرة، نجي نقول له يا مدير نشتري خطوط المحطة ما عفش قواطع، القواطع هذه تم تركيبها رأسا بدل ما هي خط المدينة، لو بخلل ولا سقط خط في الأرض تفصل من صنعاء ولا من عمرة، الخلل حق أمس نفس القصة انفجر كباري وفصلت من صنعاء، لا يحل الناشط يصبر على هذا الواحد أستلم وأنا خايف. هذه الأدوات الكهربائية التي يفترض أن تحفظ في مخازن وأماكن تقيها عوامل الطبيعة أصبحت عرضة مباشرة لها ومسرحا لتسلق الأشجار عليها، كما أنها معرضة للنهب والمصادرة دون رقيب أو محاسب. جبنا المدير الأول وهذا بابنا غرفة الأحضار أدوات الكهرباء ولم يجيب والآن قال كل سهر ومدحلة. حقوق ضائعة يفتقدها الموظفون في هذه المحطة، ومآس تعكس استبدادية إدارة المنطقة ونهمها في مصادرة هذه الحقوق الضرورية التي تضمن لهم الحياة الكريمة وتعينهم على القيام بمهمتهم على أكمل وجه. هذا غرفة بنيت المبنى هذا في 98 ونحن لا نجد فلاش من عندما ابتدى ولا نحن نعمل وحنا على بلا كيلو سكر لا نعرف منه بطانية واحدة أو فرش وذاك أشوف الأدخل شوف من الاعتماد مع المحطة مع الاعتماد اعتماد مع المحطة من عند ما تأسسنا والله لا أعرف منه بطانية من أي مدركة ما الله ما أعرف منه بطانية. فساد تضرر منه الإنسان وإهمال تأثرت منه أدوات الكهرباء ومستلزماتها، وبين هذا وذاك اعتصام واحتجاج متواصل يطالب الجهات المعنية بمنح هذا الإنسان حقوقه والاهتمام بكافة الممتلكات الكهربائية العامة والتي لن تتحقق كما يبدو إلا برحيل مدير المنطقة والذي كان سببا في استشراء الفساد وتردي الأوضاع. كان ناجد وزير الكهرباء صاح سمع
بإقالة بسرعة إقالة مدير المنطقة وجميع الفاسدين ومحاسبتهم. المنطقة قد أحيل إلى التقاعد في عام 2009، تم عمل عقد جديد للأخ المدير القيام بعمل مدير المنطقة وأنتهت المدة القانونية بحسب العقد. قرر رئيس مجلس الوزراء بشأن التدوير الوظيفي يقضي بعدم التجديد أو التمديد لمن بلغ أحد الأجلين. عبد الحميد الأشول لقناة السهيل الفضائية، محافظة حجة. التقى محافظ محافظة الجوف الشيخ محمد سالم بن عبود الشريف في مكتبه اليوم بأبناء مدينة الحزم الذين أكدوا وقوفهم الكامل مع السلطة المحلية بالمحافظة، كما طالبوا بسرعة توفير الخدمات الأساسية للمدينة من مياه شرب وصرف صحي والكهرباء، إضافة إلى رصف شوارع المدينة وتوفير البنية التحتية للقطاع الصحي. محافظ الجوف أكد تفهمه لمثل هذه المطالب ووعد بالعمل الدؤوب من أجل توفيرها من خلال التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية. دعت قيادة التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صعدة كل من رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وقيادتي السلطة المحلية والأمنية بصعدة العمل لإرجاع مقر الإصلاح بالمحافظة الذي يسيطر عليه مسلحو الحوثي منذ أكثر من شهر، رغم وعود سابقة للمحافظ فارس مناع بإخراج المسلحين الحوثيين من المقر وتسليمه للإصلاح. بحضور المهندس عبد الله صعتر أحيى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المحويت مديرية حفاش الذكرى 22 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح باحتفال فني وخطابي عصر الأربعاء في بني زحيف. الشيخ عبد الله صعتر رئيس الدائرة الاجتماعية للإصلاح دعا كافة أبناء الشعب اليمني إلى التحول السريع إلى اليمن الجديد بعقلية جديدة ونفسية متفائلة لبناء اليمن الموحد والقضاء على مخلفات الاستعمار والإمامة، وأكد في كلمته على ضرورة رص الصفوف ونسيان الماضي والعمل سويا لبناء اليمن الجديد. لن نحاور أحدا حول أهداف ثورة فبراير، هذه لا تنازل عنها أبدا، لا عودة إلى نظام أسري إطلاقا بأي ثمن مهما بلغ. احتفل التجمع اليمني للإصلاح بمدينة سيئون بالذكرى 22 لتأسيس الحزب تحت شعار من وحي ثورة أجدادي ومن عبق ذكرى ميلادي معا على خطى الإصلاح الشامل. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. من وحي ثورة أجدادي من عبق ذكرى ميلادي معا على خطى الإصلاح الشامل. في هذا الشعار بدأ مهرجان ذكرى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح بمدينة سيئون، والذي يتزامن مع ذكرى أعياد الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، والتي اندلعت على الظلم والتخلف والجهل. تعددت الفقرات وتنوعت في مهرجان ذكرى الإصلاح. ألقى الدكتور حسن باسواد الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت كلمة تطرق فيها إلى دور الإصلاح في تقديم الخدمات للمواطنين والوطن رغم العراقيل التي تقف أمامه. لقد عمل الإصلاح مع جميع شرفاء الوطن بكل إخلاص وتفاني، فعلى الصعيد المحلي فقد عمل أعضاء الإصلاح في المجالس النيابية والمحلية التي تواجدنا فيها وتسابقنا على خدمة المواطن وتحديد تنميته قدر المستطاع رغم العراقيل التي وضعت أمامنا. وعن أروقة الساسة والسياسيين ألقى الأستاذ أبو بكر بارجة عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني كلمة اللقاء المشترك تطرق فيها إلى أن العلاقة التي تربط الاشتراكي بالإصلاح ستستمر وتتطور، كما دعا قوى الحراك الجنوبي إلى الدخول في الحوار الوطني ونجح في تحالفه مع النداء المشترك بصدقه معهم وصدقهم أيضا معهم. ندعو كل القوى السياسية والقوى الحراك بشكل خاص إلى توحيد الصفوفيات والمشاركة في حالة مطلع الحوار الوطني. الشعر الشعبي كان حاضرا في مهرجان ذكرى تأسيس الإصلاح بمدينة سيئون. شعارنا الشمس
في إشراق طلعتها فمن أراد لقاح الشمس فليكن. ذكرى تأسيس الإصلاح يقف عندها الإصلاحيون ليتغنوا بميلاده ومجده التليد ويعبروا عن فرحتهم بأنغام مختلفة. من مسيرة الإصلاح نحو العطاء، والشمس تضيء لليمنيين درب الحرية والعدالة والمساواة مهما حاول الماكرون إطفاؤها. فهمي بارماده لقناة سهيل سيئون. تحت شعار معا لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة وبمناسبة الذكرى 34 لتأسيس الحزب الاشتراكي اليمني وبمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، نظم الحزب الاشتراكي اليمني بميدان الشهداء بتعز حفلا بالمناسبة حضرته قيادات في السلطة المحلية في المحافظة وممثلين عن الأحزاب والمنظمات الجماهيرية. في مقر مركزية الحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة صنعاء وبمناسبة الذكرى 34 لتأسيس الحزب والذكرى 49 لثورة 14 من أكتوبر، نظم القطاع الطلابي للحزب اليوم حفلا فنيا وخطابيا حاشدا تنوعت فقراته بين الكلمة واللون وتوثيق اللحظة. الحفل تخللته عدد من الفقرات الفنية والخطابية تناولت الإسهام الكبير للحزب الاشتراكي في كافة محطات الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكذا إسهاماته الفاعلة في شتى مراحل النضال الوطني منذ تأسيسه وحتى اللحظة، كما تم في نهاية الحفل تكريم عدد من الشخصيات القيادية في الحزب. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير نعود بعده لمتابعة ما تبقى من أخبار. أهلا بكم من جديد. نظم شباب ثورة بساحة التغيير بصنعاء مهرجانا خطابيا وفنيا بمناسبة استقبال المشاركين في مسيرة روح الثورة التي قدمت من مدينة تعز، وأكدت فقرات الحفل على التوحد في سبيل تحقيق أهداف الثورة والعمل من أجل إسقاط الحصانة الممنوحة للمخلوع واسترداد الأموال المنهوبة وإنجاز الهدف الأساس للثورة المتمثل في بناء دولة النظام والقانون. تحت شعار الحوار طريقنا للمستقبل، نظم تحالف منظمات المجتمع المدني ندوة بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني، وفي الندوة تم مناقشة عدد من الرؤى والتصورات المتعلقة بالجوانب الفنية والتنفيذية للحوار وأهمية إشراك المجتمع المدني في كافة مراحل الحوار الوطني الشامل. هذه الندوة هي باكورة أنشطة تحالف منظمات المجتمع المدني لدعم الحوار الوطني الذي يضم في إطاره أكثر من 80 منظمة، وأسس حديثا لدعم الحوار وإسماع صوت المجتمع المدني وإشراكه بصورة فاعلة في كل مراحل الحوار الوطني. نحن في هذه الندوة وضعنا إطار عام لرؤية منظمات المجتمع المدني للنقاش بين أفراد المجتمع المدني لتقديمها للحوار الوطني أو للجنة الفنية للحوار الوطني، وأيضا بحث ما مدى أو أهمية وآليات إشراك منظمات المجتمع المدني في كافة مراحل الحوار الوطني وإشراكه عبر خبرائه وعبر منظماته في كافة المجالات والتخصصات المختلفة في كل ما يتعلق بقضايا المجتمع المدني وقضايا الحوار الوطني.
أهم أسس الحوار الوطني هو أن نتفق حول مبدأ الحوار الوطني، وأن تكون هناك القضايا الهامة والمهمة والأهم هي القضية الجنوبية، وأن تكون هناك حوار وطني شفاف يستمد قوته من عناصرها الفعالة التي لها دور مهم في المجتمع ودور فعال في على المستوى على المستوى الوطن بشكل عام. أقرت الجمعية العمومية للإئتلاف اليمني للتعليم للجميع النظام الأساسي، وانتخبت الجمعية قيادة للمكتب التنفيذي ولجنة للرقابة والتفتيش عن طريق التزكية. جاء ذلك خلال المؤتمر التأسيسي الذي نظمته اللجنة التعطيرية للإئتلاف صباح اليوم بصنعاء، ويضم الائتلاف عددا من المنظمات المجتمعية الطوعية ونقابات المعلمين والاتحادات والمراكز التدريبية. ويسعى الائتلاف إلى تحقيق نهضة تعليمية تسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود التنمية الشاملة من خلال تبني مصفوفة برامج ترتقي بواقع المؤسسات التعليمية وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير مخرجات التعليم. تم اليوم في صنعاء انتخاب أمين العاصمة عبد القادر هلال رئيسا للمجلس الصناعي الخيري بمؤسسة اليتيم. جاء ذلك خلال لقاء عقده أعضاء المجلس وعدد من رجال الأعمال، وأكد المشاركون على أهمية تكاتف الجميع من أجل خدمة اليتيم وتحويله إلى منتج. أقيم اليوم في فندق موفنبيك بصنعاء مؤتمرا صحفيا للهيئة العامة للاستثمار ورجال أعمال سعوديين ينفذون مشاريع استثمارية في اليمن. وأكد رئيس وفد شركة جسور الخير للاستثمار العقاري والتطوير العمراني جمال باخشوين الذين يقومون بزيارة اليمن أن مشروع جزر جنات عدن الذي تعتزم الشركة إقامته على مساحة 25 مليون متر بأنه مشروع عملاق سيحدث نقلة كبيرة في مجال الاقتصاد اليمني، معلنا فتح باب الاكتتاب في المشروع بنسبة 75% والأولوية فيها للشعب اليمني. باخشوين أبدى ارتياحه من تهيئة الحكومة اليمنية لأجواء مشجعة على الاستثمار. أدانت مختلف التكوينات والقوى الثورية والشخصيات والوجهات الاجتماعية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة البيضاء الاعتداء الآثم الذي تعرض له منزل رئيس المجلس التنظيمي للثورة بالبيضاء الأستاذ محمد أحمد البرهمي ومحاولة إحراقه من قبل إصابة مسلحة. أقامت مؤسسة يمن بلاقات برنامجا تدريبيا للفرق الطوعية لحملة قرار الحد من تناول القات، ويشارك في الحملة التي تستهدف الشباب الواعي والمرأة والطفل بما فيها الجامعات والمدارس ومعذرة، وكانت الدورة لمئة وعشرين متدربا. شاركنا في حملة قراري للقضاء على ظاهرة القات والتوعية في المدارس بأضرار القات. تمام، هذه الحملة بالتعاون مع يمن بلاقات، مؤسسة يمن بلاقات، وأيضا من مبادرة شبابية. أهداف معينة المشروع 3 أهداف، وقرار أن يقلع وقرار أن يخفف وقرار أن يشارك. مشاهدين الكرام، في ختام النشرة أعود وأذكر بأبرز العناوين. قتيل في حادث عرضي بمقر الفرقة الأولى مدرع والتحقيقات مستمرة. ولدي ما مع الله. 18 أكتوبر، وحشية نظام وإرادة شعب. مصرع 9 من قيادات القاعدة في محافظة أبين. مشاهدينا الكرام، في ختام النشرة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.